مساء الخير، اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج سؤال محرج مباشره عبر منصه صوت بيروت انترناشونال، قناه ال بي سي انترناشونال وصفحه بيروت سيتي على فيسبوك. اذكر كما في بدايه كل حلقه بان كل ما سيرد على لسان ضيفي في هذه الحلقه هو على مسؤوليته الشخصيه وتحديدا ضيف هذه الحلقه، فكل ما سيرد على لسانه هو على مسؤوليته الشخصية. ضيفي لهذه الحلقة هو العميد المتقاعد جورج الصغير صاحب المشاكل، يعني وين ما بتحل ضيف بتقول في مشاكل راح تصير بعد الحلقة، وبتطالك لإلك تحديداً. مساء الخير جيران، كيف أخبارك؟ مساء النور للمشاهدين. الله يخليك. سنبدأ مباشرة بسؤال محرج بالشخصي. سؤال محرج بالشخصي. بعد إحدى الحلقات اللي ظهرت فيها معي، تم بقرار من قيادة الجيش منعك من دخول النوادي العسكرية، وقفوا عنك البنزين، وقفوا كمان منعوك دخول سكنات، يمكن الطبابي ما بعرف إذا لحقك هذا الموضوع، وضلت على فترة. بارح من يومين ثلاثة عرفت انه طلع قرار من العماد قائد الجيش جوزيف عون انه ردلك كل هودي عبر وسيط اللي هو توسط لهذه العودة، وعرفنا انه كان الشرط هو انه يقصر لسانه، يعني بنردله كل هو انه يضب لسانه، بما معناه انه نحن رح نردله لجورج كل هذه المخصصات بشرط يضب لسانه. شو جاي تعمل عندي الليلة؟ أول شيء هيدا الشر على راسي. أول شيء أنا بتذكر العماد جوزيف عون اللي هو فعلا قائد جيش قليل اللي إجوا مثله من حيث النظافة والحكمة وال وإدارة الجيش. واضح من أولا أنك ضابط لسانك منيح، مع أنه هذا رأيي أنا الشخصي فيه. لا يعني لا تحديدا أنا بدي أقول لك شغلي، لو لا سمح الله كان العماد عون غير هيك ما كنت أحكيت شيء. فهو طبعا في وسيط، والوسيط ضابط من دورته. مين كان؟ هي العميد جورج يوسف اللي هو جورج يوسف او جورج نادر؟ لا لا، العميد جورج يوسف هو بعده بالخدمه، وهو رئيس الطبيب العسكريه. وهو والعميد نادر ما توسط كمان بهالموضوع؟ قالوا لي بده يتوسط، بس توسط. كانت القصه صارت العميد يوسف هو اللي انا هو عمله، وكان العميد يوسف لما تخرج انا كنت اول امر سريه لإله. وصلوا لك انه لازم تضب لسانك؟ انه تبع حكيتك، بس بدك تحكي تبع حكيتك، ما يكونوا يجرحوا حدا. اني لهم بتمونوا، طبعا انا زلمه بدي احكي الحقيقه بس بدون تجريح وعلى كل العالم، ومع احترامي لهالشخصيه اللي بدي اتناولها لحتى احكي الحقيقه. طب شو جاي تعمل بهيك برنامج؟ جاي اعمل يعني هيك برنامج. انت مش ما بيقولوا من دون دف بترقص، يعني ببرنامج مثل هيدا قد ايه راح فيك تضبط لسانك؟ لسانك حصانك، حصانك ان صنته صانك. هلا انا طبعا انا زلمي، يعني لما توجه لاحد المسؤولين بلبنان خاصه ما بتوجه له بكلمات نابيه او بالشخص، يمكن لانه طولت على رئيس الجمهوريه وعلى قائد الجيش وقتها. لا انا قائد الجيش وقتها ما جبت سيرته. جون قهوجي؟ لا لا لا، بهي الحلقه بالذات كان في تطاول على رئيس الجمهوريه وعلى لا كان في قهوجي. كان في وقتها سالتني مين الفاسد؟ ايه قلت لك بيقولوا بدنا نرجع نقولها بس بدك توقعني بشي مشكل، قلت لك بيقولوا عن بنحط نكتب تحتها من الارشيف. من الارشيف إيه؟ قلت وقتها انه بيقولوا جبران باسيل فاسد او علي حسن خليل فاسد او السنيورة فاسد او وجد العايدي فاسد. يلي فاسد إيه؟ بس هو الاربعه يلي فاسد هو إيه؟ وقتها وانا بكل تحفظ بقولها بناء على طلبك، وقتها حكيت وقتها عن العماد ميشيل عون وعن نبيه بري وعن سعد الحريري وعن وليد جنبلاط، بس هيدي من الارشيف. يعني من الارشيف عم تزركني فيها. لا لا لا، نكتب تحتها من الارشيف. بس من الأرشيف. تنعرف على اي اساس لحقتك؟ على اساس هيدا لحقتك على العقوبات. انا بصراحه ما طولت على رئيس على قائد الجيش ولا على الجيش. هلا صارت القصه هيك، وانا بشكرهم انه رجعوا لي كل شيء، ونرجع بنقول لهم يلي مضي مضي. طيب في حدا سالني قال لي تتجرأ تسأله لجنرال صغير ليش كان يركض
مظلط نهائيا بملعب المدينة الرياضية وكان ياخد ملاحظات بهالموضوع، شو كان يطلع براسك؟ عم بتقلي شيء يعني كثير يعني شو بدي اقول لهم؟ اه ليش كنت تركض مزلط بملعب مزلط مزلط يعني؟ شو الهدف؟ السؤال هذا انا زلمي بحب الرياضة كثير. طيب شو تأخر؟ بدي اقول لك شغلة انه لما يعني عم تحرجني وبدي اعتذر من المشاهدين انه لما تعرض انحاء من جسمك ما بتشوف الشمس عادة وتعرضها وخصوصا عند الرجل بتعطي قوة أكثر ما يكون مش معرضة، وهذا شيء علميا ثابت. سولاريوم خيي طبعا طبعا. لا 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 لك شغلة، نحن من 10000 سنة لبسنا كإنسان وغطى حاله، قبل 500000 سنة و200000 سنة وكذا كان يكون بالعراء يعني. بعتذر من المشاهدين انطون دخيل عرضك اذا مبلشين هيك. بعتذر من مشاهدينك كمان بدك تعتذر من الناس اللي كنت تركض قدامهم. لا بالمدينه الرياضيه ما يكون في حدا بتموز. بتموز الساعه 2 بعد الظهر تبقى الحراره 35 مع رطوبه 90 يعني عم تركض بحراره 44 درجه. والناس واقفه على السطوح عم تتفرج. ما فيش سطوح ما في حدا دوري طيب. ما في. طيب خلينا ننتقل شو بك؟ ما بعرف بامرك انا. بنروح إلى اختيار محرج. اختيار محرج. الشيخ بيير جميل، الشيخ بشير جميل، من تختار؟ أنت توقعت حط لك الشيخ بشير بس يمكن ما كنت متوقع حط لك الشيخ بيير. لا أنا بدي أقول لك شغلي، طلعت السيدة يمنى بشير جميل سألتها بالام تي في زميلتكم جيسي عزار، جيسيكا عزار، قلت لها هلا اذا صار عندك اذا صار في بلبنان حاله امنيه بتشبه ال 75 مين بيدافع عنك؟ قلت لها الجيش والدوله اللبنانيه. وقتها انا قلت طلعت بكمان تلفزيون 17 تبع الثوره وقلت انه لو قالها هيدي جدة للسيده يمنى بوقتها انه الدولة بتدافع عنا، وكمان بيّا بشير جميل انه الدولة بتدافع عنا، ما بعتقد كان صارت الحرب الأهلية. بس هون في شغلة، بس في ناس بتقول بين هلالين انه لو كان في دولة تدافع عنا نعم ما كانش في لا بيير جميل ولا بشير جميل. انا بدي اقول لك شغلة، يعني بيير جميل وبشير جميل وغيرهم من الميليشيات الأخرى والأحزاب الأخرى خلقت نتيجة الدولة انها تخلت عن دورها وتقاعست عن دورها وقعدتوا بسكناتكم، فاضطرت الميليشيات كل واحد ينزل يدافع عن نفسه. بدك تسمح لي توني ابدا مش هيك. عم بقول لك ما يقال مش بيقال. انا نحن كنا بال 43 750 الف من لبناني مع نتف التقدم المسيحيين عملوا ميثاق 43 وعطوا المسيحيين السلطه 43 اسمها عطوا الامتيازات. سنه 68 صاروا سنه مثل المسيحيين. اوكي؟ بيطلعوا انه بده يحكوا مع سلطه 43 اللي هي المسيحيه من كل الطوائف. نعم. اوكي؟ انه نحن صرنا قدكم هالامتيازات ما بقى فيكم تكملوها. تضلكم فيها. بيقوموا بيرتقي حضرته الشيخ بيير جميل مع سلطه 43 بيبعتوا ورا ياسر عرفات وبيقولوا له كونك انت بتمون على السنه بلبنان، هو فلسطيني بس سني، بدنا اذا بتريد ما بقى يحكوا بهذا الموضوع. قال لهم تكرم عينكم بس بدي شقفه ارض بالعرقوب. محاذية لإسرائيل أو فلسطين المحتلة ما يكون الدولة إلا فيها أي تدخل. تكرم عينك ها مضيوله فتح لاند وفتح لاند بالعرقوب ويلا مدي العماد إميل بستاني قائد الجيش بال 69 لأنه وعده ياسر عرفات بده يجيبه رئيس جمهورية مثل ما وعد السيد حسن نصر الله العماد عون بده يجيبه رئيس جمهورية وجابه رئيس جمهورية. بوقتها بيعوا السيادة تيحتفظوا بالامتيازات. اجت ال 75 طارت السيادة وطارت الامتيازات. الشيخ بشير جميل يلي بيو بيع السيادة هو وسلطة 43 قعد يقول انه نحن الجيش ما بيطلع من امرنا شيء. ونحن القصة كلها تماما مثل ما بيعمل هلا نيس سيد حسن نصر الله. انه لو في دولة انا ما بكون هون. طبعا هالشيء مش مزبوط، هو هون بامر بولاية الفقيه. وحضرته حب يعمل بشير جميل حب يعمل رئيس على المسيحيين
وخلال كل الوقت اللي هو كانت الميليشيات المسيحية مسيطرة، فتح مع بحلف اسمه القاهرة تل أبيب جوني. رحنا نحن كمسيحيين، بردون بالكلمة تبع سمك يعني، رحنا انتهينا. طيب إذا بدي زد لك على هذه الصورة، صورة الشهيد كمال جملاط، يعني إذا حطيت لك كمال جملاط، بيير جميل، بشير جميل، من تختار؟ كمال جملاط وبشير جميل وكل واحد من الزعماء الطائفيين كان عندهم تاريخ دموي. بس في ناس عندها تاريخ دموي في عندها فكر، وفي عندي ناس عندها تاريخ دموي بلا فكر. كمال جملاط لما بيوصل بتفكيره لقول سيدنا وإلهنا سيدنا يسوع المسيح، بيقول ما نفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه. فهيدا فكر. بشير جميل يلي هو تاريخ دموي كمان، بثلاث جماعة عمل دولة. هودي الناس لو انسمحت الظروف لقلون كانوا عملوا، طبعا ما فتنا بالحرب الأهلية، كانوا عملوا أحلى لبنان. بس يلي صار أنه فكرون راح، بس راح. مين بدك تختار بين بيير جميل، بشير جميل، كمال جملاط؟ كمال جملاط وبشير جميل. اختيار آخر، سمير جعجع، ميشيل عوند، من تختار؟ قبل ما تشرح اختار. كما قلت لك، زعماء الميليشيات تاريخهم دموي. كل من تعاون مع الخارج وقتل شعبه وجيشه هو مجرم حرب وعميل لهذا الخارج. سمير جعجع واحد منهم. هو تعامل مع إسرائيل، هو وبشير جميل، وقتل الشعب اللبناني والجيش اللبناني. معلش، نحن نعرف كيف كان ننزل بوقت بشير جميل تماماً مثل ما هلأ نيه حزب الله عم يزلنا. زاد الشيء انه هديك شيعي هديك مسيحي، يعني بعدين احنا بالجيش ما عندنا مسيحي مسلم، عندنا لبنان. بينما العماد ميشيل عون هو اخذ مبادره مهمه جدا جدا بال 89، وهو توحيد البندقي بمنطقه معينه. وكونه مسيحي عمل حرب على الميليشيات مثل ما قلت لك، لازم كان يعملها بال 75 هو او حدا مثله، لانه بس تشيل جماعتك كونك مسيحي مثلهم هوديك الجماعه بهللوا لك وبقول لك تفضل تعا وهيدي السياده ونحن ضد الفلسطيني. هو اللي عمله انه باول مرحله صار في كلاش بينه وبين القوات اللبنانيه، بين الميليشيات المسيحيه، كانت عظيمة ممتازة. بس لما قصف السوري ودق عسكريا بالسوري، هو منه كجيش لبناني، نحن بتوازن عسكري مع الجيش السوري بعيد كتير، بقى راح بهدف لبعيد كتير وشفنا نتيجتها بعدين. بس بالاختيار أكيد بيختار العميد ميشيل عون. اختيار آخر، أشرف ريفي سعد الحريري. بالنسبة لسعد الحريري، أنا يعني هو ولي الدم تبع رفيق الحريري اغتياله. أنا ضد إنه إنسان يبادل قصص شخصية وموجعة كرمال مراكز. يعني من احد الشغلات لما طلع عند بشار الاسد ونام بتخته، هيك بيقولوا، ما بعرف ونام، بس نام عنده المهم. فهيدا زلمي انا برايي بصراحه اضيع حياته سياسيه. اما اللي هو اشرف ريفي، زلمي عميد بالدرك، لواء بالدرك، قالوا له أخذوا بيت الحريري أو سعد الحريري أخذ موافقة حزب الله حتى عينوه وزير عدل. بس لما لقي اللواء أشرف ريفي إنه القصة نحن كلنا منا نكون تحت راية حزب الله وأمر حزب الله،
قال لهم لبيت الحريري او لسعد الحريري، خيي ممنونك، انت اعطيتني هالثقه وانا عملتني وزير وربحت جميله حزب الله، انا بستقيل وانا ما بقبل انه نكون تحت سلطه حزب الله. فهيدا السياد الاول بلبنان طبعا كقامي عم بحكي، هو فعلا ما شفنا حدا واضح بهالشكل، وكان وبعده وهو داعم كسني مبادرة سيدنا البطرك يلي هي بدها تجيبنا السيادة. طيب. بس لحظة لو سمحت، فعلا هذه القامة الوطنية السنية هي من تنادي بالسيادة، وهي أعلى شيء بالقامات هوديكي. ما شفنا ولا حدا طلب بالسيادة، طبعا نقل لواء شفيفي. طيب. بس تمام المرور والكرام، أول شيء بدنا نأكد إنه أشرف فيفي هو صنيعة الحريري. صح. خلينا نبلش من هون. مزبوط. يعني أشرف فيفي صنيعة الحريري. حضرتك بتقول إنه أي شخص يتعامل مع الخارج هو غير سيادي وهو غير لبناني. طبعا. كلنا بنعرف إنه لواء أشرف فيفي له ارتباطات خارجية من تركيا إلى 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 إلى. حتى هناك اتهامات كثيرة له من أهل طرابلس إنه هو من يحرض المحاور، من يمول المحاور، من يمول العنف داخل طرابلس. نعم. حتى البعض انتقدوا معي هون إنه من يحمي بعض من هم متهمون بالإرهاب بلبنان بيحميهم وبيتصور معهم وبيجيبهم لما يكونوا موقوفين. البعض يأخذ عليه عصبيته السنية لدرجة وصفه بالداعشية، بالدعم الداعشي. طيب كل هاو ما شفتهم، ما شفت فيه إلا بس إنسان وطني سيادي على أعلى المستويات اليوم السنية. طبعا هو داعشي مزبوط، والداعشي بيطلع على بكركي من على منبر بكركي بساند البطرك وبساند توجهاته وبيقول أنا مع سيدنا البطرك. مش داعشي هيدا؟ طلع الداعشي قال هيك. معقولة يعني؟ معقولة انه كبوا انه بيكبوا عليه قصص انه هو يمكن لانه البطرك اليوم بمشروعه السياسي بيخدم توجهاته مشروع اشرف فيفي، خلي غير البطرك موقفه بترجع بتشوف وجه اخر لاشرف فيفي. طبعا غير البطرك لا سمح الله، فاذن يعني غير سيادي اشرف فيفي ما بيكون معه. اما انه هو شو علاقتك باشرف فيفي؟ نعم؟ انا علاقتي كثير. ايه شو هي هيك؟ شو طبيعتك؟ انا اثنيناتنا سياديين. اثنيناتنا ما بدنا ان الجيش اللبناني، اثنيناتنا ضد تدخل ايران بواسطه حزب الله بلبنان وسرقه سيادته. اشرف فيفي بيقولوا مثل ما قلت لي علاقه مع تركيا وعلاقه مع السعوديه وعلاقه مع فعال. بهالعلاقه قتل حدا شيء؟ مثلا علاقة نبيه بري بسوريا، علاقة كمال جملاط وليد جملاط بسوريا، علاقة جعجع بإسرائيل، وعلاقة كلهم هودي يؤدوا إلى القتل. بس هو علاقته افترضنا عنده علاقة يا أخي على الصعيد الشخصي، وين قتل ناس ممكن يكون له مشاركة بالأحداث اللي صارت بسوريا؟ كيف بده يشارك؟ هو بده يبعت شو عرفني؟ مش غيره معاملة جبل محسن وباب التبانه، هيدا شو اسمه؟ صار في شهداء وسقط ضحايا ولا لا؟ مزبوط. بس خيي اذا عندكم ادله بتدينوا لهالزلمه بهالمجال هيدا تفضلوا قولوها. انت طرحوا رئيس جمهوريه؟ ايه طبعا مزبوط، لانه نحن ما عملنا حرب 200,000 قتيل، ما عملنا طائف بعده إذا بدك يعني أنزع من الـ 43. نحن تنعمل من نوفال ريبوبليك، بدنا نعزز صلاحيات رئيس الجمهورية على الآخر، مش مثل هلأ نية، مش مثل ما الطائف عطانا إياها. نعزز صلاحيات رئيس الجمهورية على الآخر يكون ديكتاتور، وتعطى هذه الرئاسة للجميع، مش متوقع. قال له لهنري بونسو للبطريك عريضة، ويلي هو البطريك عريضة كان موافق على محمد السيسي رئيس الجمهورية، هو وقال الخازن وهو وضباط موارني عندي هون ربن بكتير. هلا بطلت ماروني متعصب عنصري ضد الإسلام؟ من هو؟ أنت؟ إيه؟ بطلت ماروني مسيحي متعصب ضد الإسلام؟
انا ماني متعصب ضد الاسلام. مش انت بدك تزرع الصلبين ب مزبوط فوق المساجد وما بعرف شو. بس انا لما طلعت معك صار بدك هلا سني لرئيس الجمهوريه لانه صديقك. انا ما بعتبره سني ولا هو بيعتبرني ماروني او مسيحي، هو بيعتبرني لبناني وانا بعتبره لبناني. اختيار اخر. شو عم تقول دوز كبير. وليد جملاط نبيه بري. سبب عقوبتك لما اتهمتهم بالفساد. تفضل. هلا لك بدي اقول لك شغله، انه بعد مني انا كانت الحلقه ب 19 نيسان 2019 والثوره بلشت ب 17 اكتوبر 2019. وكل العالم اللي مبدئيا انا تبنيته تبنوه العالم كله. يعني لما بتحكي عن فساد نبيه بري فاسد، وليد جملاط فاسد، بس ايوب نقي طبعا انا بنقي وليد جملاط، لانه وليد جملاط مثل ما قلت لك من الناس اللي مثقفين اللي عندهم فكر اللي عندهم نظره مستقبليه. ليش نبيه بري ما عنده اياها؟ لا 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 لا، نبيه بري اللي لعب دور الصمام ودور المحرك ودور الحكم ودور ال دور ال هذا كله طلع معك بلا فكر. ايه بس اذا بتشوف وليد جملاط كيف بيطرح لبنان المستقبل، النظام السياسي، نبيه بري طرح شو انه شو لبنان دائره واحده. يا خيي كيف بتطرح دائره واحده وانت بتعرف انه المسيحيين 30% والمسلمين 70%؟ نحن قبل ما نطرح بدنا نلبنن العالم. يعني لما راح سعد الحريري عند قداسة البابا وعم يطالب وحكي عن حقوق المسيحيين، شو بقول قداسة البابا؟ انا مع حقوق اللبنانيين وليس المسيحيين. يعني امبارح استاذ جبران باسيل هلكنا بقصة حقوق المسيحيين وسلمها للسيد حسن نصر الله. هلا حسن ما قريت وقريتك اياها، قال له السيد حسن نصر الله، ما بعرف اذا مضبوط تحليل يمكن انه غلط بالعنوان. يا خيي نحن ما بدنا حقوق مسيحيه ولا حقوق اسلام ولا حقوق حدا، في حقوق الانسان بلبنان. وانا على هالاساس يجب ان تبنى الجمهوريه الثالثه. وبرجع بقول لك أن تعطى رئاسة الجمهورية للجميع مع تعزيز صلاحيات الجمهورية على الآخر تنصير بلد. أيضا اختيار شامل روكوز جبران باسيل. شوف هيك بدك تخرب لي بيتي اليوم. ليه؟ تعمل فيه العميد شامل روكوز، لأنه أول شيء ضابط بجيش وعميد وزميل وأخ عزيز وصديق. انا الوزير باسيل ما بعرفه. مش عم نحكي على المستوى الشخصي، نحن عم نحكي على المستوى اللبناني. يعني انت اليوم عم بتتابع هذا الاداء. اعطيتك شخصين، واحد اسمه شامل روكوز واحد اسمه جبران باسيل، اثنينهم صوراته للجنرال واثنينهم عملوا نواب واثنينهم يبدو عندهم طموحات رئاسيه، كل واحد على طريقته، ومن هونيك ورايح انت قرر. هلا الوزير جبران باسيل سألوه مرة لنابليون، قال لهم لو كابيتان نو ريسوا با سا ريكومبانس دو سون كوماندان مي دو ريغار دي سي سولدا. النقيب ما بياخد مكافئته من الرئيس تبعه الكوماندان، بياخدها من نظرات جيشه، من نظرات عسكري. الشعب هلا نظرات سولدا سولدا عسكريته عسكريته. وهون زيت الشيء المكافأة اللي بده ياخذها رجل السياسي ان كان جبران باسيل او غير جبران باسيل بياخذها من حكي الشعب لاله، بقى يسمع حكي الشعب وهيدي اياها. اختيار اخر. هو بدلتين حطينا لك اياهم، لانه انت ما بتقولش انه اخترت البدله، العميد شامل روكوز والعميد جورج نادر، حطينا لك اياهم بدلتين. انت ما تصير تقول لي لانه بدلي وزميل، اثنينهم زملاء، اثنينهم ضباط، اثنينهم متقاعدين، بس الفرق انه في واحد ناشط معك على الارض بالثوره حدك، في واحد عم بجرب يفوت على الثوره بس من بعيد لبعيد مع بدون ما يكسرها مع الباقيين. هلا العميد توني جورج نادر، انا وياه اذا بدك في قصص كثير مشتركه، بس الخلاف الاساسي والجوهري انا وياه هو سلاح حزب الله. هو صار في مره اذا بدك نوع من المشادات انا وياه
بستة حزيران لما كنت حامل انت اليافطة اللي عم بتطالب فيها ب بنزع سلاح حزب الله. ايه بس ليش بس لحظة عفوا بس ليش رأي شيمر روكوز غير رأي جورج نادر بسلاح حزب الله؟ بالعكس بس خليني نكمل لك. ايه قل لي. وقال لي هلا سيدنا مش وقتها قصة حزب الله وكذا، وأنا ماني شايف لبنان إلا بس يحلوا قصة حزب الله بعدين نحكي بكل شيء. هلا العميد روكوز واعي. نعم يعني واعي يعني واعي بخياراته مش متحمس. ايه بس هو عم بحط خيارات. هلا هو قال لي قال عني متهور مرة. يا خيي ما فيك تعمل دولة وحزب الله موجود. يا حيي صارنا من 2008 لهلا نيه اجى رئيسين. طيب. على اساس جيش شعب مقاومه. لحظه ايه يلي هو العماد ميشيل سليمان والعماد ميشيل عون. لك صرنا لانه بوجود حزب الله. طيب عندك هو اليوم هو بده يصلح لبنان بوجود حزب الله. هذا مش معقول. طيب في عندك شخصين اليوم، شيمر روكوز جورج نادر، من تختار وليش؟ هلا انا اول شيء يمكن كنت قلت لك انه بختار جورج نادر، بس انا لما اخذ موقف العميد شيمر روكوز بمجلس النيابه وحط مسافه بينه وبين عديله جبران باسيل يمكن على مصلحه شخصيه على منافسه شخصيه على مركز لا لا لانه برايه هو وراي الجميع يعني معظم الناس انه ما فيني انا انضوي كنايب تحت اذا بدك بالنيابه جوا تحت امرة اذا بدك جبران باسيل وكمل معه لانه انا في اشياء كثيره ما يمكن بختلف انا وياه ب 95% بتفق انا وياه ب 5% فلذلك اخذ هالديستانس هالمسافه بينه وبين جبران باسيل وصار لوحده. بما انه عمل هيك انا بختار العميد شيمر روكوز. اختيار اخر حزب الله داعش، من تختار؟ في مثل لك لومونسو هو رئيس حكومة فرنسا بالحرب العالمية الأولى سألوا مين بتختار هيدا أو هيدا؟ قالوا نعم كون ناتر لان جو بريفير لوتر، يعني تنتم مثل بعضهم. هلا أنا طبعا أنا هودي الناس يلي هن دواعش والغائيين الغائيين للكل، يعني حتى من السنة يلي منن معهم بيلغوهم. وأساسا داعش لما صارت داعش بالعراق وبسوريا وكذا 85% من ال 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 خلينا نختار خلينا نختار ضحايا خلينا نختار سنه لا لا خلينا نختار طبعا بدي اسمعها من بدي اسمعها من تمك طبعا بدي اسمعها طالعه من تمك شو الاختيار شو قول بختار حزب الله ايوه رجعوا شباب مره ثانيه لانه هيدي بدنا اياها برومو مين بتختار حزب الله اوكي ليه بتختار حزب الله؟ أول شيء أنا بتعرف كجيش ضد أي ميليشيا وما حدا بياخذ لي محلي كجيش لا الميليشيات المسيحية ولا الميليشيات الشيعية أو غيرها. هلا هن لأنه الظروف طبعا لأنه لما اجوا الإسرائيلية قاموا الفلسطينية صار في اتفاق ضمني بين ايران واسرائيل انه انا بحط لك على حدودك حزب الله وهيك على طول بتقولي انا تحت الخطر ايه والدليل على هالشيء انه مين خبرك يا الخبريه لحظه لما كان في مقاومه وطنيه شيوعيه او قوميه قوصون بظهرون وهن استلموا القصه كلها اوكي هلا ليش اخترت حزب الله اول شيء لانه اللبنانيه مثلي مثلهم هلا في دواعش لبنانيه ما بقول لك لا بس الدواعش هن الغائيين للكل هلا هن الغائيين بس مش بخطر الدواعش طيب. اذا شلنا داعش حطينا محل صورة داعش القوات اللبنانية بسلاحها حزب الله بسلاحه من تختار هون بطبق لك لمنصور ما بقول لك مثل بعضه بدك تختار ما في يختار ليش ما فيك تختار لا القوات اللبنانية بسلاحها هودي ميليشيات زلوني وهودي ميليشيات زلوني كجيش ما في اختار ميليشيات زنوني انه لاني مسيحي بدي اختار المسيحي ولانه هني انه بدي سيرهم لاني مسيحي بدي اختارهم لالهم لا تاني تكون زيتوني كجيش واخذتولي السياده
وحضرتهم بس لو كان السلاح بعده موجود مع القوات اللبنانيه، كان حزب الله متفرد بهذا الشكل بالسيطرة على مفاعل الدولة مثل ما أنتم بتتهموه؟ ولا كان صار كان في حرب أهلية؟ حرب أهلية طبعا، مش توازن سياسي. لا بقول لك شغلة، هلا السيد سمير جعجع عم بيقول بده هو يعمل انتخابات نيابية مبكرة. انتخابات نيابية مبكرة معناتها بوجود حزب الله، معناتها ذات الإتنراري اللي اتبعوه جبران باسيل والعماد ميشيل عون عم يتبعوه ذاته. اجا هو عمل اكبر كتله نيابيه مسيحيه، وبما انه هو اكبر كتله نيابيه مسيحيه هو رئيس جمهوريه، صار رئيس جمهوريه سمير جعجع. هو بده يسكر المعابر؟ هو بده يشلع سلاح حزب الله؟ هو بده يخلي جماعه بري وحريري وجملات يسرقوا؟ شو هالحكي هذا؟ بوجود حزب الله لا حياه سياسيه، لبنان جثه هامده، ويفهموها الكل. امبارح اجا بوريل، معلش يعني بدال ما قال لك ايش كسر لاجره، قال اتفق مع اللبنانيين انه القصه داخليه. يا حبيبي يا بوريل، ما استفتاح حزب الله شو بك؟ بس ما حدا بده يزعل اسرائيل ولا حدا بده يزعل ايران مثل وقت اتفاق الانفجار المرفأ. اختيار اخر، اتفاق الطائف، اتفاق الدوحه، من تختار؟ لا طبعا الطائف. طائف على الدوحه؟ الدوحه اجا اخذنا اخر قرني للسيادة اللبنانيه، وحطلنا جيش شعب مقاومه، وصار في عنا سيكوريتي بيسيفال براسين، وصار حزب الله نسيطر سياسيا على مفاصل الدوله، وانه اي تحرك من الجيش سيصل الى اصطدام. اختيار اخر، جميل السيد جوني عبدو. جوني عبدو برو بشير جميل. ليك لك شغله، خلينا نبلش باول شيء. مين بتختار بالاول؟ سفير طبعا جوني عبدو. جوني عبدو طبعا. سفير جوني عبدو مساهم ب اوكي يعني. السفير جوني عبدو وقتها كان مدير مخابرات. بوقتها كانوا يقولوا عنه هو رئيس جمهوريه، هو قائد جيش. بوقتها بوجوده هودي اثنيناتهم بس انتر بارنتيز ضباط، ذكيهم نادر بالجيش، ذكيهم خارج عن المألوف، تكون أعطي حقه، ذكيهم خارج عن المألوف. بس بوجود السفير جوني عبدو وسليم الحص الله يطول بعمره اثنيناتهم سوا، قدروا مرقوا لبنان من الحرب الأهلية للاجتياح الإسرائيلي بأقل خسارة ممكنة. يعني الطريقة اللي تعاطف فيها السفير عبده مع الميليشيات المسيحية يلي وقتها بشير جميل علقنا نحن وياه بعين الرمانة. بس كمان بقول لك بذكاء جوني عبده قدر احتضنوا لبشير، لأنه بالنهاية إذا بده يقول لهم بس لحظة جميل كان أسكر يا خيي خليني أكمل لك، لأنه إذا بده يقول لهم للسوريين والله بشير بيرجع بالسوريين بيرجع بيدبكوها وبيقتلوا شو اسمه الميليشيات المسيحية، وهيدا اللي ما بده اياه جوني عبدو. احتضن بشير ووصل وقتها وصلت للرئاسة. هلا بالنسبة للواء جميل السيد، وحد البلد، وحد الجيش، قضي على كل شيء اسمه ميليشيات، رجع للدولة هيبتها. ليك لا في اعتراض على اللي أنا عم بقوله؟ اي طبعا. شو هو؟ اول شيء اللي وحد هو فوتت صدام على العراق، جابوا السوري الامريكاني وحطوا معه، بذات الوقت سلموا لبنان وقال له خلصني من هالبلد هيدا. اوكي هلا ما في شك السوري جاب الناس اللي بيوثق فيهم منهم اللواء جميل السيد، واللي هو ما بينكره، واللي هو بيقول انه انا وفي لها، وفعلا هو وفي لها، لانه في كثير ناس عملوهم السوريين وطعنوهم وظهرهم للسوريين. هو لا ضل معهم للسوريين. كمان هلا بالتعاطي مع العالم ما في شك انه يمكن وجوده كمان خفف وطئه الحكم السوري على لبنان. هيدي بدي اعطيه حقه للزلمه، مع انه بغض النظر عن عن عن, عن العلاقه الشخصيه يعني او شيء. طبعا نقل السفير جوني عبدو كمان طبعاً. اختيار ميشيل سليمان، جوان قهوجي.
شو؟ أنا أقول نيترلان جو بريفير لوتر. هلا بنقي العماد قهوجي، مع انه انا خدم معه اثنيناتهم سوا بذات العماد قهوجي على ميشيل سليمان؟ لا بالعلاقة الشخصية بس، لأنه خدم مع العلاقة الشخصية وبتضلك تهاجمه وتقوس عليه للجنرال قهوجي. طبعا طبعا، لأنه بس إنه في علاقة شخصية، وهو يعني العماد سليمان كمان يعني كلنا سوا باللواء العاشر، وانا خادم. طيب شو اللي العلاقه بيه الشخصيه؟ ما انت اختار بين هالشخصيتين اللي مرقوا بالتاريخ العسكري والسياسي للبنان. ميشيل سليمان. خلص غيرت يعني. ليه غيرت رايك؟ لانه كان اذا بدك رجع فكر فيها شوي. بدي افكرك فيها. ودي اقول لك حادثه صارت معي بس ما بتنقال يعني، وقف فيها معي كمان. رجعنا شخصي، رجعنا شخصي. طيب شو بدي اقول؟ انه هن مثلا اخذوا الجيش وانتصروا بحيفا او بعكا، قائد جيش لبناني معروف انه هاي القصه. هلا اخذت انا اذا بدك مين كان تفهمني ببعض القصص اكثر، العماد ميشيل سليمان هو اللي تفهمني ببعض القصص. اختيار اخر، اريال شارون، ياسر عرفات. أكيد ياسر عرفات طبعا، مع أنه كمنظمة التحرير الفلسطينية أذيت لبنان كتير وصمت له شعبه، وأكثر من هيك بده يمر بجوني يعني. بس بالنهاية شو زعجك إذا بده يمر بجوني؟ لا كيف بده يمر بجوني يا عم؟ يعني لو قال لك بده يمر بصيدك كنت انزعجت؟ لا أو أكيد لأنه جوني شي. أو لأنه جوني إلى رمزيتها؟ لا 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 لا، يعني أنا هيدي العنصرية المسيحية اللي عندك اللي بتجرب تطلع منها بمراي. هيك كلمة جوني ليش؟ بده يمر بجوني ايه؟ او بصيدا او بطرابلس او بسور، انا ضده. هيدي انا زلمي لا طائفي يا اخي. وبتعرف ومين تصدى له تما يمر بجوني ياسر عرفات؟ ايه طبعا وقتها مين؟ اوكي ميليشيات المسيحيه مع قسم من الجيش اللبناني. ايوه اوكي، بس هيدا يعني مزبوط، بس عم بقول لك انه مثل حكيم عمل غلطه لواحد واتشولوا اجره. خلص اتشولوا اجره. خلونا نشوف ماذا ينتظر العميد جورج صغير بعد الفاصل من اسئله محرجه ومواقف محرجه، ودائما عبر صوت بيروت انترناشونال، ال بي سي انترناشونال، وصفحه بيروت سيتي على فيسبوك. خلوكم معنا. سؤال محرج في السياسة. خدمت في جهاز أمن المطار، هل كان حزب الله يتعاطى في أمن المطار؟ موقف محرج. الثورة منا ثورة حزب. وين الثورة اليوم؟ العالم إذا بدك ملت يا خي عالم. ما بدك زل أكثر من هيك تخليك تنزل على الشارع، وينين الناس؟ تكلم عن سلاح حزب الله بخوف. حزب الله بخدمة إسرائيل؟ 200%. إذا أمريكا بدها تقتل حسن نصر الله اسرائيل بتمنعه. دليل على اللي قدمه حزب الله بكل مسرحيه بده يكون في مسرحيه. طبعا يعني دماء الشباب اللي يا حبيبي اللي سقطت، الناس اللي سقطت مسرحيه. يا مش العون فاسد، نبيه طري فاسد، سعد الحريري فاسد، وليد شكران فاسد. انا بطلب منك تضب لسانك. هضبه. أهلا بكم من جديد، نتابع هذه الحلقة مع ضيفي العميد المتقاعد جورج صغير، ونصل إلى سؤال محرج في السياسة. السؤال، خدمت في جهاز أمن المطار، هل كان حزب الله يتعاطى في أمن المطار؟ أنت خدمت بجهاز أمن المطار، كنت متواجد بالمطار، تقدر تقول اليوم أمام الرأي العام إنه حزب الله كان يتعاطى بأمن المطار؟ أنا إذا بدي يكون ضميري مرتاح، بالنسبة لإلي أنا وظيفتي بالمطار ما شفت. شو كانت وظيفتك تحديدا؟ كنت أنا العمليات بالمطار. إيه عاد، بس ما شفت ولا مرة وما التقيت ولا مرة بحدا من حزب الله داخل المطار او عم يتعاطى بشؤون المطار. انا يمكن غيري كان يشوفه،
بس انا تحكون ضميري مرتاح، ما في اقول لك انا ايه كان يتعاطى طب وما شفته انا. طيب عشو لك ساعه عم بتقول عم بيزل الدوله ويزل الجيش خيال تحكيني عن يعني اذا انت مطار اللي هو اهم إيه؟ مرفق إيه؟ حيوي بلبنان، إذا كان حزب الله لا يتعاطى أمنيا في هذا المرفق عم تحكيني بالألفين من الألفين إلى 2010 بعزدينا أوكي يعني بعزدينا بالألفين وستة بالألفين وثمانية لما صارت القصة والكاميرايات بيقوم حزب الله بحط كاميرا بريت المطار وقصة الكاميرا إذا بدك بتودي لسبعة أيار قصة الكاميرات بضل 7 أيار وبدو يقطع الخطوط قصة كبيرة هيدا الشيء الوحيد اللي كان وقتها موجود بس انت خلال وجودكم على أرض المطار أنا ولا مرة ما كان في تنسيق بينكم وبين أنا أي جهاز ما حدا من أمني الله. تابع لحزب الله في هلا المطار هلا يمكن قائد الجهاز وقتها كان العميد وفيق إشقير يمكن نسق معهم ما بعرف يمكن كان في عندك الأمن والاستقصاء بالمطار كان وقت العميد جوزيف نجايم يمكن منسق معهم ما بعرف أنا ما بعرف بس أنا ما نسقت معهم ولا مرة موقف محرج موقف محرج أنا بصراحة مني شايف أحزاب بالثورة لأن الثورة الأحزاب ما بتعمل ثورة الثورة منا ثورة حزب منا ثورة ميليشيات وين الثورة اليوم؟ نحن بالثورة المليون اللي شفتها بوقتها كان في يمكن 10% أحزاب و 900,000 لبنانيين هلأ وقتها سقطت حكومة الحريري وبلشت القصة صارت العالم إذا بدك ملت وصار إذا بدك اللي بملوا الثورة لك شو ملت لك يا جنرال؟ لما العالم كانت مليون بالشارع ما كان دولارك بعده ب2000 او ب1005 نعم كان البنزين فيه المزود فيه كل شيء بالبلد فيه اكل فيه مزبوط طيب اليوم العالم عم بنشوفها بدك تخبرني انه العالم ملي ما بدها تنزل أنا على الشارع ما بقول لك كان في محفز مخلى العالم تنزل مزبوط. على الارض هي المحفز هيدا راح هيدا المحفز يلي اذا بدك هيدي الشعره او القمحه اللي قدمت ضحك شو اللي خلى الثوره تنطفي هيك هل هن الناس اللي تصدروا مشهد الثورة وخوفوا العالم من الثورة واعتبروهم انه خيي انا شو وين بدي انزل امشي مع هيدا الفكر او مع هودي العالم يعني الثورة الحلوة اختفت ما اختفت بعدها موجودة اختفت ويني بكل ذهن الثورة بارابوليك بتطلع وبتنزل ويني الثورة اليوم بتطلع وبتنزل هلا يعني شو بعد بدنا اكثر من هيك خيي يا خيي شو بعد بدك زل اكثر من هيك تخليك تنزل على الشارع وينن الناس عظيم اليوم لبنان بأسوأ مرحلة عم يمرق فيها ما في زلمة على الأرض هني مجموعات صغيرة بنشوفهم هني زيتهم بيتنقلوا من هون لهون 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 وهودي ما بيوصلوا لمطرح الحشد الشعبي اللي كان بالثورة اللي كنا نشوفه بطرابلس ليالي طرابلس كنا نشوفه بساحة الشهداء بصيدا بالنبطية بالبقاع ببيروت بجبيل بجوني بجل الديب بزوق يعني بزحلي إن وين ما كان طيب. وين راحوا هالعالم أنا معك أخاف من شغلي وما بعتقد هي مزبوطة بحرب الـ14 لما تحاصر جبل لبنان ما شفنا ناس نزلت على مثلا البقاع وقطعت له وعملت تفجير للترين العثماني وقمت له السكك واخذوا الامحاد وطلعوا طعموا شعبه ما شفناها هيدي فضلوا يموتوا من الجوع ولا يعملوا هيك شغلات هلا كأنك عم بتقلي وأنا اللي خايف منه بس ما بعتقد أنه يصير ذات الشيء أنه نموت من الجوع ومنسوح ليه؟ ليش الناس اللي كانوا بالشارع رجعوا على بيوتهم؟ هيدا السؤال بس أنا هل لأنه الثورة راحت إلى مكان غير مكانها الصحيح ما بيشبه جوع الناس؟ نحن مكملين باللي بقيوا قديش بنصير بعدين ما بنعرف أنا زلمي من الثورة وأنا نزلت وبتعرف استاذ توني كيف كان شو دوري بالثوره واول دورك من رفع كان دورك بالثوره نزع سلاح حزب الله صحيح وبعد هيك ايه بس هي الثوره ما نزلت لنزع سلاح حزب الله هني حرين انا هيك كنت ايه ما هي المشكله هيك صار كل واحد نازل على مشروعه الخاص صار في عالم اللي نازل جيعاني مشروع وطني منه مشروع خاص العالم الجيعاني لما شفتك انت خي مشروعك يختلف عن مشروعها ايه متفلت تركتكم انتم اللي عندكم مشاريع سياسيه ومشاريع حزبيه ومشاريع ما بعرف لك ايه
بس الثورة ما كانت مشروع سيادي بالبداية بقدر ما كانت مزبوط. مطلب اجتماعي مزبوط، لأنه كان تكلم عن سلاح حزب الله بخوف. موقف محرج آخر، كيف بده يؤمن الإسرائيلي عدو له؟ اتفق هو الإيراني اللي هو من 2500 سنة حليفه، قال له بتحط لي حزب الله على الحدود ونحن هذا. بس هذا كلام خطير. لا مش كلام خطير، هذا كلام خطير يا حبيبي. شو حزب الله بخدمة إسرائيل؟ سنة التسعين وقلت حزب الله. جاوبني، حزب الله بخدمة إسرائيل؟ 200%. إيش 200%؟ أبدا. وإيران إذا أمريكا بدها تقتله لحسن نصر الله، إسرائيل بتمنعه. ما بيلاقوا مثل حسن نصر الله، السيد حسن نصر الله بينفذ لهم يلي هن بدهم اياه. حزب الله اللي هو تابع لايران، واللي هو بيقتدر بيأتمر باوامر ايرانيه، واخر هم مع قلبه لبنان. ما فرقني معه، وهذا بتصريح السيد حسن نصر الله يلي قال نحن تابعين لولاية الفقيه، ما خصوا بلبنان. هيدا بس يفل من هون ساعتها فينا نحكي بسياسه. مزبوط، برجع بكرر هو ذاته. مين بده يصدق هالكلام؟ ما يصدقوا. في مفاوضات بفيينا. إذا الأمريكاني مثل سنة 2008 هو والأوروبي حطوا لنا جيش شعب مقاومة، وعلى أساسه إجا العماد ميشيل سليمان وعماد ميشيل عون، ما قام بفيينا بالمفاوضات مع إيران، نحن باقيين مثل ما نحن. أما إذا قام بفيينا بنرجع نحن بلد، يعني حل قصة حزب الله أو ما بعرف بده يقيمه هو، اللي جابه هو الأمريكاني وجابه الأوروبي وعلى رأسهم الفرنساوي. كده حتى هلا الفرنساوي السيد ماكرون منه حاطط حزب الله الجناح السياسي على لائحة الإرهاب. أوكي، هن بده هن جابوها، هن بده يقيموها، وهذا اللي كنا نازلين نحن قدام السفارة الفرنسوية قلنا لماكرون مصالح فرنسا لا تمر. طيب. على سيادة لبنان وجدته. سلم جدلا بهذا الموضوع، بس كيف بدك تصدق كلامك انه حزب الله هو محطوط لحماية اسرائيل؟ طبعا من السلام، هذا اتفاق بين الفرس واليهود عمره 2500 سنة، هذا اتفاق معهم. والدليل على اللي قدمها حزب الله، والدليل انتبه بمواجهة بكل اسرائيل مسرحية بده يكون في مسرحية. طبعا يعني دماء الشباب اللي سقطت والناس اللي سقطت مسرحية. خليني نكمل لك. طيب لا ما فيك تكمل. لا بلا. لأنه لما نحكي عن دماء، عن دماء ناس استشهدت نتفق معهم سياسيا أو نختلف معهم. نعم. سياسيا. نعم. ما فينا نصفهم بالمسرحية. نعم. يعني ما بتبرو. نعم. والإسرائيلي لما بيشوف أنه أمن الدولة اليهودية بخطر بيدفع دماء، وهالدماء لحتى العالم تكون المسرحية كاملة. أبدا شفنا آخر شيء بغزة ولا صاروخ طلع من إيران ولا صاروخ طلع من سوريا الأسد لمساندة أهل غزة لأن أهل الأرض. هلأ لما بيتفقوا الكبار الصغار بيروحوا ضحية طبعا، وفي ناس دفعت عن سوريا كمان، دفعت لبنان عن لبنان من سوريا، وهؤلاء دفعوا عن إسرائيل. بس أنا برأيي كلها سوا هيدي مسرحية مع الكبار. موقف آخر، بيقولوا جبران فاسيل فاسد، أو حسن خليل فاسد، أو سنيورا فاسد، أو غازي العريدي فاسد. اللي فاسد هو مش العون فاسد، نبيه بري فاسد، رئيس سعد الحريري فاسد، ووليد وكمان جملات فاسد، وليد جملات فاسد. أنا سارقيني ونايبيني بدي أحترمون. لا تعليق. لا تعليق لأنه هيدي. لا تعليق لأنه اتفقنا. هيدي بعهدتك توني أنا. لا تعليق. أنا عم لك ما تعلق على الموضوع لأنه بالبداية قلنا لك من الأرشيف. من الأرشيف. هيدا. لا تعليق على الموضوع. هيدي اللي وضعت العقوبات العسكرية على جورج صغير ومنع من دخول السكنات والاستفادة من كل مخصصات والتقديمات. انحلت. بما أنه انحلت أنا بطلب منك. ما تعلق. ما بعرف. خلي شو قاله، خلي يضب لسانه. طيب. انا بطلب منك تضب لسانك. هضبه. طيب. شكرا لك العميد متقاعد جورج صغير. بذكر انه كل ما ورد على لسان العميد الصغير هو على مسؤوليته الشخصية ولا يمثلنا لا من قريب ولا من بعيد. والى اللقاء في حلقة اخرى باذنه تعالى. تصبحون على خير.